كنت حاضر في لاكوب دافريك ديال 97 وفي ديال 99، وكنت حاضر هادي لي تشامبيونز ليغ، وحضرت في لا سوبر كوب دافريك، وحضرت في لا كوب دو لا كونفدراسيون افريكان، هذيك الساعه كانت لا كوب دو لا كاف، كانوا كيلعبوا فيها لي بانكر دو كوب، النسخه ديالها القديمه اللي كانت في 2003. وكنت هذيك الساعة ان طونك بريزيدون، وعاود ان طونك بريزيدون كاين نسخة أخرى ديال تشامبيونز ليغ اللي وصلنا فيها حتى لا فينال، واللي كنا خسرنا لا فينال مع الزمالك في 2004. هذا هي التجربة مع الكوب دافريك، والحمد لله احنا حاضرين في هذه ديال، طولنا الله العمر حتى حضرنا في هذه ديال 2018 اللي كنتمنوا ان شاء الله احنا وصلنا لبواب النهائي، نتمنوا على ان نفوزوا بها ان شاء الله. وكيقولوا لي فرونسي لابيتي فيان او مونجون، احنا ملي كنا دخلنا لهاد لا كوب دافريك بصراحه ما كناش كنظنوا على انه غادي نوصلوا لا فينال، ولكن الحمد لله بلا تضافر ديال الجهود ديال الجميع استطعنا نوصلوا لا فينال، وكنظن على ان اليوم عندنا جميع المؤهلات والمواصفات ديال البطل ان شاء الله. غادي كنظن على ان المجموعه الحاليه قاده بانها ترفع التحدي وتفوز بهذا اللقب. وكيقول لك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذاك هذيك لا فينال ديال 99 هذيك كانت يعني تاريخيه بجميع المقاييس، حيث ان الاخوان التونسيين ديال الترجي ذاك الوقت كان عندهم واحد النوع ديال الجبروت، حيث ان كان الرئيس ديال 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 الترجي اللي كان هو رئيس ديال اتحاد كرة القدم التونسية، واللي كان متواجد في الكاف وكان متواجد في الفيفا، وكان يعني واحد العنصر قوي، استعمل جميع الوسائل اللي كيقولوا لي بوكسور تحت الحزام باش غادي يفوز بهذاك اللقب. يعني المسائل الاخلاقيه هذيك نقدر نسردها لك حتى هذا، وكاين في نفس الوقت كانوا يعني مستعدين يعني ضامنين على انهم غادي يفوزوا، حيث انهم كانوا موجدين هذيك الليله ديال لا فينال واحد الحفل كانوا عازمين ليه اكثر من 4000 واحد، كانوا دايرين حجوزات في المكسيك باش يوجدوا لا كوب دي موند، لان كانت هذاك اللي فاز بهذيك النسخه ديال لا كوب دافريك كانت غادي تنطلق اول كوب دي موند دي كلوب، كانت غادي تنظم في البرازيل، دونك كانوا موجودين في المكسيك، و يعني جميع يعني كانوا متاكدين 1000% على انهم غادي يفوزوا، لا سيما انهم كانوا دايرين الاربيتراج بجيبهم، كان كل شيء عندهم يعني. والدليل على ذلك وهو انه هذاك الاربيت اللي كانوا عينوه ديال الكافير كان واحد اربيت مغمور، ولكن هذاك الرئيس ديال اللجنه ديال التحكيم عينو عنده ميسيون باش يربح، انه مع الدخله يلاه لعبنا 10 ديال الدقائق خرج لنا لاك سنترال اللي هو جريندو واعطاهم ضربه جزاء، ولكن العزيمه والقوه اللي كانت عند الرجاء في ذاك الوقت يعني كانوا يعني
باغيين يربحوا هذاك الكاس بأي وسيلة، والحمد لله وفقنا الله. ضربة الجزاء ما تسجلاتش، كان الشاذلي هو اللي كان هذيك الساعة في لما تصدى ليها، وقدرنا نبقاو صامدين حتى لآخر المباراة، وفزنا بضربة ترجيحية ورجعنا معنا الكأس. لا هو الوقت فاش هاد بدا، يعني كلكم عرفتوا على أن هاد السنة هادي تكونات واحد اللجنة مؤقتة. هاد اللجنة المؤقتة كانت في جميع الرؤساء القدام، وطبعا الإخوان اللي كاينين دابا اللي هما اللي في التسيير على رأسهم السي جواد زيات. ذاك الوقت فرقنا المهام، وطلبوا مني انا بحكم التجربه انني ان نتكلف بهاد هاد لو فولي ديال لا كوب دافريك. طبعا رافقتهم في جميع المراحل، وكنت متبع يعني من دو ا ا زد اي كومبري لي تيراج او سور وكل حاجه. جاب الله التيسير وحنا وصلنا لا فينال. طبعا كانت العزيمة ديال الجميع. من بعد ما سالت المهمة ديال الكوميتي بروفيزوار وتكون المكتب الحالي، طلبوا مني، ولو انني ما بقى عندي حتى شي دور في المكتب، طلبوا مني باش نستمر في هذه المهمة حتى للنهاية ديال هذا الأكس. وطبعا حنا كنبقاو دائما رجويين، ودائما رهن الإشارة ديال الرجاء من أي مركز كنا فيه، سواء داخل المكتب أو خارج المكتب أو مع كذا. حنا كيف ما قال الحال، نظرا للعامل ديال السن وديال الصحة، ما بقاش عندنا ذاك القوة باش يمكننا مازال نسيرو. إنما كان أزرو من بعيد، وكان أزرو، وهذا هو الشيء اللي جعلنا أننا نستمر في هذه المهمة لحد الآن. ونتمنى الله على أن تسالي بلو سيكسي إن شاء الله.